السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة تميز. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وهو معرفة النقرات غير الشرعية. بعد اختفاء التقارير، أو أصبحت التقارير الموجودة في جوجل أدسنس أصبحت تظهر بالشكل التالي، وهي عبارة عن أصفار لا تظهر أي بيانات خاصة بمشاهدات الصفحة والعائد لكل ظهور ومرات الظهور وغير ذلك والنقرات. فإيه الطريقة اللي احنا ممكن من خلالها نعرف النقرات الغير شرعية، أو النسبة التي تحدد هل هناك نقرات غير شرعية أم لا؟ في البداية لازم نعرف إيه معنى النقرات الشرعية ومن النقرات غير الشرعية. النقرات الشرعية معها هي عبارة عن النقرات التي تأتيك من الزائر عندما يتصفح المشروع الخاص بك ويكون به إعلانات جوجل أدسنس، ويقوم الزائر بالنقر على الإعلان لأنه أعجبه محتوى الإعلان. يعني معنى ذلك أن النقرات الشرعية هي عبارة عن النقرات اللي بيقوم بها المتصفح أو المشاهد للفيديو الخاص بك عندما يشاهد الفيديو ويظهر إعلان من إعلانات جوجل أدسنس على الفيديو الخاص بك، ثم يعجبه هذا الإعلان فيضغط عليه ليتصفح هذا الإعلان، ونتيجة لهذا هذه النقرة أو هذا الضغط تربح أنت المال من خلال مقابل هذه الضغطة. ده بالنسبة للنقرات الشرعية. أما النقرات غير الشرعية فهي النقرات التي يقوم بها الزائر متعمدا أكثر من مرة على الإعلان، يضغط أكثر من مرة على الإعلان للدخول على صفحة المعلن ثم الخروج مرة أخرى، ويضغط مرة أخرى على الإعلان في وقت متقارب، يعني يضغط في نفس الوقت أكثر من مرة على الإعلان، فذلك يسبب نقرات غير شرعية. كذلك عندما تضغط على الإعلان بنفسك، أن تشاهد قناتك أو تشاهد الفيديو الخاص بك بنفسك وتضغط على الإعلانات وتشاهد الإعلانات بنفسك، هذا يؤدي إلى حدوث نقرات غير شرعية على حساب جوجل أدسنس، وده قد يسبب إغلاق للحساب لمدة شهر أو شهرين، وربما إغلاق نهائي لحساب أدسنس وإلغاء الحساب. ده بالنسبة للنقرات الشرعية والنقرات غير الشرعية. ولكن هناك بعض الناس يفرق أو لا يفرق بين نسبة النقر إلى الظهور لكل ظهور ونسبة النقر إلى ظهور الصفحة. نسبة النقر إلى لكل ظهور اللي هي خاصة بظهور الفيديو لدى الجمهور، ونسبة النقر على الفيديو نتيجة لظهور هذا الفيديو أمامهم. وتعرف أن هذه النسبة بالدخول على القناة الخاصة بك وتضغط على استوديو اليوتيوب. عندما تضغط على استوديو اليوتيوب تدخل على أو تضغط على الانتقال إلى إحصاءات القناة، فنضغط على مستوى الوصول إلى الجمهور. مستوى الوصول إلى الجمهور، في مستوى الوصول إلى الجمهور يعطيك بعض البيانات. أول حاجة هي مرات الظهور، يعني كم مرة ظهر الفيديو الخاص بك على يوتيوب أمام الجمهور أو أمام المشاهدين. يعني لما تضغط كده على اليوتيوب كم مرة ظهر الفيديو الخاص بك كما تظهر هذه الفيديوهات، هذه هي مرات الظهور. يبقى مرات الظهور هي ظهور الفيديو أمام الجمهور أمام المشاهدين كم على اليوتيوب، أي ظهور الفيديو على صفحة اليوتيوب أو على اليوتيوب أمام الجمهور، دي هي دي مرات الظهور. نسبة النقر إلى الظهور لكل ظهور معناها عندما يرى المشاهد أو المتابع أو الجمهور للفيديو الخاص بك والصورة المصغرة ويعجبه الفيديو فيضغط عليه، هذه هي نسبة النقر إلى الظهور لكل ظهور، يعني كم مرة ظهر الفيديو ثم قام أحد الأشخاص أو قام الأشخاص بالضغط على الفيديو الخاص بك، هذه هي نسبة النقر إلى الظهور لكل ظهور. هذه النسبة كلما زادت كلما أدى ذلك أو كلما دل ذلك على تقدم القناة وعلى زيادة الجمهور الذي يتابع فيديوهاتك والذي أعجب بالصورة المصغرة للفيديو الخاص بك أو الإعلان الذي قمت بتحديده للفيديو، وبذلك يتبع أو يشاهد الفيديو الخاص بك. هذه النسبة كلما زادت كلما أدى ذلك أو كلما كان ذلك مؤشرا جيدا للقناة بالنسبة لقناتك. أما النسبة الخاصة بنسبة النقر إلى ظهور الصفحة هي النسبة الخاصة بظهور الإعلان على الصفحة أو على الفيديو الخاص بك. ولكي نعرف هذه الطريقة نذهب إلى حساب جوجل أدسنس الخاص بك، فيظهر بهذا الشكل، فتضغط على عرض التقرير، تضغط على عرض التقرير فيظهر أمامك لمحة، يعني مجموعة بيانات أو بيانات عن القناة بشكل عام، النقرات، أرباح المقدرة، مرات الظهور، النقرات، نسبة النقر إلى الظهور،
مرات تكلفة النقرة العادة كل 1000 ظهور وهكذا. ولكن إذا أردت أن تعرف النسبة التي تحدد نقرات الظهور أو نسبة النقر إلى ظهور الصفحة، أي نسبة النقر إلى ظهور صفحة المعلن والدخول للأشخاص والضغط على الإعلان، نضغط على مخصصة ثم نختار نسبة النقر إلى ظهور الصفحة ثم نضغط على حفظ، نضغط على حفظ فيأتي إليك بنسبة النقر إلى ظهور الصفحة. وطبعا هذه النسبة تستطيع أن تراها آخر 7 أيام وخلال الشهر، ويعني آخر 7 أيام أو آخر 30 يوم، أو تراها على مدار أو جميع الأوقات، أو في الشهر الماضي أو شهر سبتمبر، يعني حسب ما كما تريد. يعني هذه التواريخ أو هذه المنطقة تستطيع من خلالها أن تعرف النسبة على مدار الشهر وعلى مدار 7 أشهر والشهر الماضي وجميع الأوقات الخاصة بالقناة، يعني منذ أن تفعل الربح على القناة. وهذه النسبة لا تظهر إلا عند القنوات التي حققت الشروط وتفعلت وظهرت الإعلان على الإعلانات على قنواتهم. طبعا هذه النسبة بعض الأشخاص يقول أنها لا بد ألا تتجاوز 8% أو 10% وغير ذلك، ولكن ليس هناك نسبة مقررة من أدسنس حول هذه النسبة، نسبة النقل إلى ظهور الصفحة. ولكن كما قلنا ليس هناك نسبة محددة من أدسنس حول نسبة النقر إلى ظهور الصفحة تحدد هل هناك نقرات غير شرعية أم لا، ولكن هذه النسبة يعني الذي يحدد هل هناك نقرات غير شرعية أم لا أن تكون هناك زيادة غير مبررة في هذه النسبة. يعني مثلا كانت مثلا 10% فأصبحت مثلا 25% أو 30% أو 50%. هذه النسب عندما تتفاوت في أوقات متقاربة تعرف أن لديك بعض النقرات غير الشرعية. كذلك ربما النقرات غير الشرعية برضو دليل على وجودها هو حذف الأرباح، يعني أو خصم الأرباح، يعني تجد أن الأرباح تخصم بشكل متكرر. هذا يدل على أن هناك نسبة نقر إلى ظهور الصفحة أو هناك نقرات غير شرعية متواجدة على الحساب لديك. كذلك في بعض المواقع، ولكن هذه المواقع تحدد نسبة النقر إلى ظهور الصفحة أو تحدد لك النقرات غير الشرعية، ولكن إذا كان لديك مدونة. لكن على قناة اليوتيوب أو على قناة اليوتيوب لا يوجد موقع يحدد هذه النسبة. هذا الموقع يمكنك أن تنشئ عليه حساب مجاني لمدة 30 يوما، ويقوم من خلال هذا الحساب أن تتابع النقرات الموجودة على المدونة الخاصة بك، وتعرف أي بيهات الأشخاص الذين دخلوا على قناتك، وبالتالي تتابع هل هناك نقرات غير شرعية أم لا. ونقرات غير شرعية تكون مثلا متتالية، يعني في نفس الدقيقة مثلا 4 أو 5 مرات يضغط الزائر على صفحة المعلن أو على الإعلان لديه، فهذا يؤدي إلى ارتفاع نقرات غير شرعية. بذلك نكون قد انتهينا من شرح كيفية معرفة نسبة النقر إلى ظهور الصفحة ومقارنة هذه النسبة ومعرفة هل هناك نقرات غير شرعية أم لا. أتمنى إذا أعجبك الفيديو أن تضغط على لايك وتشترك في القناة إذا لم تكن مشتركا في القناة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.